نعم فهمت، لكنك تقول لديكم مشتبه به. ماذا؟ ابني، وهل ستوقفونه؟ أرسلني سيد أرمنتيروس. نعم، لقد نصحني كثيرا باستخدامك. عما تريدين التحري سيدتي؟ التحري عن ماضي الشاب المدعو فرنانديتو دي لا فيغا إرنانديز. خير، ما بك كارلوتا؟ هذا لا يصدق لوبي. لا لا لا، مؤكد سمعت خطأ. لكن ما الذي سمعته؟ لقد وصل الشرطيان الآن، جاء بحثا عن السيد نانديتو نظرا لأنه متهم بقتل نانا كاليستا. أي، ما هذا القول؟ لكن تبين أنه لم يكن الفاعل. ماريا كانت تقول إنها هي من قتلتها. هل تشك بكلامي؟ لما لم تعترفي في الوقت المناسب؟ لم أكن أظن أن المتهم هو ابني. إذا لو كان المتهم شخصا آخر لسكتت عن جريمتك. الحقيقة أظن ذلك. ما الأمر ماريا؟ السيدة أعلنت للتو مسؤوليتها عن جريمة. أتظنينها قادرة على ارتكابها؟ ليس في الصف. نعم نعم، شكرا. لا 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 تقولي له. لا ماريا، أنت لست الفاعلة. لا تعرفين شيئا عن هذا لوبي. ماريا، لكن أنا أرجوك، ما هذه السيدة لا تعرف ما تقوله، ولا أحد في هذا المنزل يعرف مثلي. يمكن أن تقرره ما تفعلانه، وأريد أن أعترف أمام أي كان بجريمة لأنقذ ابني، لأنه فعلا بريء. إذن سيدتي ستضطرين لمرافقتنا. أجل، من؟ كارلوتا نانديتو في المنزل؟ لا، هو ليس هنا. شكرا. ولكن أنا مستعدة للذهاب معكما حيثما كان. إلى مركز الشرطة. ولكن ماريا، أرجوك لوبي، كيف أرجوك؟ هو سامحيني لأنني لم أخبرك شيئا، ستفهمين قريبا. كنت مضطرة لكتمان الأمر عنك. صباح الخير غونزالو درانتيس، أنتم مشغولون كما يبدو. إنه في الحي، لابد أنه هناك. آسف لتدخلي فيما لا يعنيني ماريا، لكن هل من مشكلة؟ لا لا غونزالو. الاعتراف الذي أدليت به للتو، هل يمكنك أن تكرريه أمام السيد؟ لماذا تخفين عنه ما اعترفت به أمامنا قبل لحظات؟ لا لا، لست مضطرة لإخفاء شيء. جوزال السيدان يقومان بتوقيفي. ماذا؟ توقيفك؟ لقد جئنا لنوقف ابنها فرناندو، لكنها اعترفت بمسؤوليتها عن الجريمة. جريمة؟ أنت؟ نعم جوزال، أنا قتلت والدة سوريمون. لنذهب أرجوكما. لويس فرناندو ليس هنا ليذهب معك؟ لا لا، اتصل للتو هاتفيا وسأل عن السيد نانديتو، لكن لم يمنحني الوقت لأخبره بما يحصل. إذن أنا أذهب معك. لا لا، داعي لذلك غونزالو، شكرا جزيلا. أنا سأرافقك ماريا. أنت لا لوبي، أرجوك ابقي في البيت. إذن أرجوك دع السيد يذهب معك. نعم ماريا، ربما احتجت إلي. طيب طيب، إن كنت تصر. هل أنت من العائلة؟ أنا صديق منذ سنوات لزوج السيدة. كارلوتا، اجلبي لي حقيبة يدي ومعطفي من فضلك. نعم سيدتي. حسب ما فهمت أن شخصا آخر قتل والدة ثريا. بالتأكيد قالوا لك إنه ابني، لكن لا، أنا. أصحيح أنها قتلت نانا كاليستا؟ لابد أن هذا صحيح، وإلا فهي مجنونة أن قالت ذلك. لما هذه العجلة كارلوتا؟ هاي سيدة فيكتوريا، الشرطة في الأسفل. إن ماريا ابنة الحي قتلت نانا كاليستا، هل تصدقين هذا؟ سيتم توقيفها. لكن ماريا، أنت وأنا ذهبنا معا إلى منزل تلك المرأة لنتحقق من وجود ناندو. أنت لم تقتليها. لوبي لوبي، أنا عدت وحدي إلى منزلها لاحقا. لكن في الواقع أنت لا تعرفين ما فعلته في منزل ثريا، لأنك لم تكوني معي هناك. لوبي، ما الأمر ماريا؟ أخبرتني كارلوتا أنك لا تفتئدون فيكتوريا، أرجوك. كان سيحصل هذا بجميع الأحوال، عاجلا أم آجلا. لن أسمح أن يدفع ابني ثمن جريمة أنا ارتكبتها.
حقا قتلت نانا كاليستا ماريا؟ نعم دونا فيكتوريا، أنا قتلتها. لكن لماذا ماريا؟ لماذا؟ اضطررت أن أقتلها. هذا كل ما يمكنني قوله الآن. دونا فيكتوريا أرجوك لا تقولي شيئا لماريا دولس أنجلس. تذكري أنها مريضة، وأبلغي فيرونيكا وكليمنتي أن يسافرا مع ابنتي بأسرع ما يمكنهما أرجوك. نعم ماريا، لكن لنذهب. هيا طاب يومكم. عزيزي، أتعلم شيئا؟ أشعر برغبة قوية في الذهاب إلى تلك المرأة حتى أشبعها ضربا. وأنا أيضا، لأنني أريد أن ألقنها درسا لن تنساه. سنحظى بوقت لهذا، لا تفقد الصبر. أجريبينا، فيراكروز. سيدي، ما بك؟ ماذا تفعل هنا سيد دي لا فيغا؟ هل رأيت ما ابني؟ غير معقول، ماريا لا تقدر على هكذا أمر. هي تؤكد هذا، وإن كان صحيحا، ماريا ابنة الحي التي كنت أحبها، سأعود وأكرهها مجددا، لأنني قد أكون ثرثارة لكن قاتلة أبدا. لكن ماريا لم تقتل. ولا أنا أصدق ذلك. أنا أعرف ذلك، لقد رافقتها ذلك النهار. هي لم تنزل أبدا من السيارة، وأيضا لم تدخل إلى منزل ثريا، ولا أذكر أنها عادت كما قالت. تحملت المسؤولية لتنقذ ابنها نانديتو. جاء رجلان من الشرطة لكنهما لم يأخذا؟ طبعا لم يكن لديهما إثبات لأن ناندو ليس القاتل. لا تقل لي إنك تظن أن ابنك قادر على قتل أحد. اسمع أستاذ أجريبينا، وأنا وكل من في الحي قد ربيناه ليكون شابا محترما وليس قاتلا. لا فيراكروز، لا أظنه قاتلا، لكن السلطات تظن ذلك وسوف يوقفونه. آه يا إلهي، لا احميه يا رب من أجلي. كان في مكان الجريمة. نعم، وقال إنه فقد محفظته هناك، لكن هذا لا يعني أبدا أن الصبي قام بقتل أحد. جميعنا في الحي مستعدون للشهادة لصالحه. وأنا أيضا، هو ابني، لكن نانديتو لسوء الحظ لديه سجل سابق. تذكروا أنه دخل السجن من قبل بسببك. تذكر أنك أنت من أدخله السجن. لسوء الحظ، عندما يظهر ذلك للعلن سيسوء وضعه، سيكون من الصعب أن نثبت براءته. لا لا يا عذراء، ساعديه. نعم، من الضروري أن تتحروا، لعل بالإمكان إخراجها بكفالة. اسمع، من الضروري جدا ألا تمضي هذه السيدة يوما في السجن، فهمت؟ ابنك كان ذلك النهار في الوقت نفسه تقريبا في منزل ثريا مونتينيغرو، أتعرفين ذلك؟ نعم، نانديتو أخبرني. هل ذهبتما في الوقت نفسه؟ لا لا لا، ذهب بعد ذلك. لما ذهبت؟ عرفت أن ابني قد يذهب لرؤية ثريا. وكيف عرفت؟ المصونة ثريا اتصلت بمنزلي لتقول ذلك. ولهذا السبب قتلتها؟ قتلتها، هو أنا لا أنكر، قتلتها لأني أكرهها وأردت أن أنتقم منها. لا أعرف إن كنت تعلم أنه منذ مدة ثريا مونتينيغرو ببساطة ظهرت بريئة من اتهام تقدم به نانديتو. لم أقدر سيدي أن أتحمل أن تخرج حرة، لسيما أنها مذنبة. لم أقدر أن أتركها توقع بابن ناندو، فذهبت إلى منزلها، ذهبت لأقتلها. إنما قتلت والدتها. لا لا، لقد أخطأت بها، حسبت أنها هي. أخطأت، صدقني، لم يكن ناندو، بل هي أم ناندو، القاتلة أمامكم. لسيد لويس فرناندو، لم أقدر أن أقول شيئا، فهو لم يمنحني الوقت. حسنا، علينا أن نبلغه بما يحصل. وأبلغ زوجي أيضا. أعرف أن ابني بريء، لكن علينا إثبات تلك البراءة. أستاذ أرجوك، سأقول لك أمرا، إن أدخل ابني السجن سأصاب بنوبة قلبية.
لا، لن أسمح بذلك. سوف أثبت براءة ابني كيفما كان. ساعده ناديتو. أبي، لما أتيت؟ لا ابني ولا زوجي. حسناً، قولي لهما أن يتصل بما إن يصلا روبرتا. شكراً. هل عدت من أجل إليزا؟ أبيلاردو؟ آسف سيدة فيكتوريا، هذه المرة عليكم أن تسلموني إليزا. علينا أن نتكلم أبولي، لنذهب إلى مكان نكون فيه على انفراد. تعال تعال.